الضفة الغربية ليست أفضل حال كثيرا من غزة فقد قال تقرير نشره المكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة قال إن إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة والتوسع بتلك القائمة بالفعل في الضفة الغربية والقدس الشرقية يرقى إلى مستوى جريمة حرب والحقيقة أن بناء مستوطنات عشوائية بالضفة الغربية يمثل عائقا إضافيا أمام فرص التسوية السياسية تحديا اساسيا للقرارات الدوليه لما له من تاثير على اقامه الدوله الفلسطينيه المنتظره ثلاثة آلاف خمسمائة وحدة استيطانية تعتزم إسرائيل بناءها في مستوطنات معالي أودوميم وأفرات وكذا لتكون بذلك خطوة ارتجالية نحو ابتلاع الضفة الغربية تل أبيب ترى أن التوسعة الاستيطانية في مستوطنات معالي أودوميم تعد رسالة وردا على هجمات الثاني والعشرين من فبراير التي أودت بحياة إسرائيليين وإصابة آخرين ورغم التنديد الدولي تمضي اسرائيل قدما في المخططات الاستيطانيه بالضفه الغربيه تزامنا مع استمرار الحرب في غزه منذ السابع من اكتوبر، الولايات المتحده حذرت من الخطوه الاسرائيليه ورات ان المستوطنات الجديده تؤدي الى نتائج عكسيه على تحقيق السلام الدائم. الاتحاد الاوروبي بدوره اعتبر قرار اسرائيل بناء وحدات استيطانيه في الضفه الغربيه يتعارض تماما مع الجهود الجاريه للحد من التوترات في المنطقه. وتشير التقديرات إلى أنه يقيم حاليا أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعتبران الاستيطان الإسرائيلي منذ 67 نشاطا غير قانوني